على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر قلبي على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر قول وعذب الوتر ده مهما كان احنا بشر ده مهما كان احنا بشر مهما كان احنا بشر عاند معاك يا الزمان وترنك العينة دي يلي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي عاند معاك يا الزمان وترنك العينة دي يلي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولدي لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولدي لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي قدر يا واد قلبي قدر النار أولها الشرر يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر قول وعذب الوتر ده مهما كان احنا بشر ده مهما كان احنا بشر مهما كان احنا بشر هي دي الأمانة يا هضبي من ورا ظهري يا حج ليه من ورا ظهري خلاص عجزت ما بقتش نافع أيوة حج عجزت وما بقتش نافع وانت عارف بس أنا أمنتك وقلت لك خيري لسه صغير هي دي الأمانة عملت قد ما قدرت حاجة وصلت فين دلوقتي ماشي ليها شوية يا دوب لحق توصل يعني الله أعلم يا حج يعني إيه كل اللي عملته راح ربنا يستر والبيه اللي انا حطه هنا فيه خبريها يا حاج انت جيت ايه اللي حصل يا ابوي اتكلم معانا حاضر انت شغال تاجر يا خيري يعني ايه يعني انت محطوط هنا عشان تنفذ الاوامر وبس اوامر
انا خلفت الاوامر في ايه يا ابوي؟ لو كنت فاكر انك هنا هتعمل فلوس تبقى حمار. انت هتشتمني يا ابوي واضربك بالمركوب لو هتضيع شغاله اللي ليه سنين. ضيعته في ايه انا طيب؟ الشحنه اللي بعتها لحسابك وصلت لفين دلوقتي؟ وصلت مطرح ما وصلت. رد علي يا عدل بدل ما تطلع روحك ومن غير يمين يا خيري. لو ما لحقتش الشحنه دي هسلمك بايدي، فاهم؟ وعلى ايه ده كله يا ابوي؟ يلا طلع تليفونك واتصل بالبارد اللي انت شيعته، قول له في زبون جديد ظهر حيدفع بالغالي. ايه؟ يلا خلص. ايوه يا زفت، وصلت فين لحد دلوقتي؟ طيب اتنايل والغي. اه في زبون جديد هيشتري بالغالي، ترجع دلوقتي. الزبون فين؟ هنا في الجبل. هنا في الجبل. انت اللي هتستلم يا خيري وانا ماشي. احمد 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 اصحى. مين؟ محمد. مرحبا. جيت ميت وفي ايه؟ مشاكل كبيرة لازم نلحقها. ايه؟ خير؟ خير ان شاء الله. انت صفتك ايه دلوقتي؟ ايه فهمني بس. عضو مجلس شعب في دايرة فيها بلد مولع نار، فتنة كبيرة. يلا احمد اغسل وشك والبس وتعالى معايا. معلش يا احمد النمرة مش مستشرة عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا باشا، ما انا عشان كده بكلم سعادتك. لا لا سلاح ولا حاجه، شويه سوء تفاهم وهيخلص ان شاء الله. سياده النائب الحاج احمد حل كل حاجه وفي طريقه للصلح. يا لعب عيال يا باشا. لا لا فتنه ولا حاجه. في امان الله، مع السلامه. يلا بينا على الدير. مرحبا عبد الحاج، مرحبا. مش شايف جوا؟ ايوه جوا. بلغ انه الحاج محمد ابو دياب وابو سياده النايب عايزين يشوفوه. حاضر، اتفضل اتفضل. اتفضل يا حاج. اهلا اهلا. يا اهلا. اتفضل يا حاج. سيادة النايب. اهلا اهلا. انت فين يا ابونا؟ مش باين ليه؟ ما استغناش عنك يا حاج. انا جوا ديري وقاعد. يعني ايه؟ مفيش موائد رمضان السنة دي ولا ايه؟ طبعا في، بس اكيد سمعت على الملايكة اللي دكانه اتحرق. طب ايه اللي طف الحريقة يا ابونا؟ قول انت. المحبة يا ابونا. المحبة موجودة، لأن المحبة لا تسقط أبداً. أيوة أيوة مظبوط، وإحنا مستعدين ندفع لمليكة كل اللي هو عاوزه. إيه؟ لا سيادة النايب يقصد يعني يعوض مليكة، وفي النهاية المحبة هي اللي هتستر كل حاجة. أنا جيت لحد عندك ومعايا سيادة النايب عشان عارفين إحنا جايين لمين. لواحد كل شغلته المحبة وبس. لو كان علي أنا مفيش مشكلة يا حاج، بس في بعض الناس نفوسها شايلة. نشوفوا مين اللي غلطان ونحسبوه. استنى يا أحمد. شوف يا أبونا، إحنا نعمل موائد رمضان زي كل سنة، ودكان مليكة هترجع زي الأول وأحسن. اللي تشوفه يا حاج. طب هنفطر فين بكرة؟ عندنا طبعا يا حاج. كده تمام، يبقى أنت اللي تفطر معانا بكرة يا أبونا. مش معنى إحنا اللي نعمل الفطار ده كله زي كل سنة.
مش عنده مرة ولا الهانم عيانة؟ حبل عاد يا مرت عمه ما تقدرش. يا سلامي يا حبيبتي، ما احنا كنا بنبقوا شايلين وبنخدمه، ولا بنت زينب على راسها ريشة. مناش دعوة يا مرت عمه، احنا حارم عياله ما نقدرش نقولوا له. والله لولا الناس تقول اتدبت لكنت خليت كسفة بكرة قدام الناس كلها، يجوا ما يلاقوش لقمة ياكلوها. صلي على النبي وقومي يا مندة واعملي احلى صينيه بشاميل، خلي بنت زينب تشوفها وتتحصر. والله ما هتدوقها لو شنقوها. لا هتدوقها وتاكل منها وهتقول لك عملتيها كيف. حاضر يا كامله، هنعمل لهم السم. ومين الناس اللي عازمها دي كلها؟ ناس غريبه وكتير. ماشي يا فرحه، ادعي عليك ليله رمضان الهي ترجعي بيت امك بحق جاه النبي محمد واهل بيته يا رب. وهي بطنها في الكام دلوقتي؟ قال له السادت. تمر هندي ولا قمر الدين يا ابونا؟ ولا حاجه يا حاج، لحد ما يدن المغرب. وبكره كل اللي عندك عندي على الفطار ان شاء الله. حق يا سيادة النايب، كان مفروض التلفزيون يجي يصور الفطار ده او فطار بكره. احنا مع بعض قبل ما يخترعوا التلفزيون. قول لي يا ابونا، الفرجة على التلفزيون حرام ولا حلال؟ على حسب يا حاج ابو ذكري، ما انا ما اعرفش انت بتتفرج عليه. غضبي. ايوه حاج، تعال قسم يا اولاد. ايوه حاج. جواز سفرك عليه تأشيرة الحج وتذكرة السفر كمان. ربنا يخليك يا حاج. ونعمل لك ليلة في الجبل ما تعملتش الحج. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا حاج. يا رب. صحيح، خدمة الكرام عمرها ما تضيع أبدا. ما تنسناش في دعواتك. إن شاء الله يا حاج. الأذان. يلا يلا يلا. كل سنة وانت طيبين. وانت بألف صحة وسلامة. وانت طيب يا جد، هصلي معاك العيد بكرة. جادة يا مهران، شوف مين على الباب. دي خالتي نوار. تعالى يا بنت خشي. اهلا اهلا يا نوار. مرحبا يابا. مرحبا. اهلا يا حبيبتي. مالك يا نوار؟ ماليش، كل سنة وانت طيب. انت طيبة. يلا خد يا محمد عديتك قبل اي حد. ربنا يخليك لينا ويديك طول العمر. عاوزة تخش تحكي مع فرحة جوا؟ خش. تعال يا نوار، خش جوا. تعال نوار. نعم يا بوي. لو جوزك جه في العيد وطلبك بأدب هترجعي معاه؟ مش عاوزاه يا بوي. معلش يا بنتي، عشان ولدك يعيد في بيت ابوه. يلا خشي مع فرحة وتبيتي عندي لليلة. حاضر يا بوي. واجب باصص لي كده ليه؟ مش ناسي حاجة تانية؟ لا. ماشي ماشي، عارفك. تفضل، ادي العيدية بتاعتك. عارفك اكتر من نفسك. او كده خوفتني. امشي يا رب. خد العيديه بتاعتك. ايه يلا حبيبي. يلا انت انت يلا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. خذوا اللي عايزينه. سنة وانتم طيبين. انت طيب يا ابو. طيب يا حاج. عاملين ايه يا ولد؟ الحمد لله يا حاج، كل حاجه تمام. وانت عامل ايه في الشغل يا جوده؟ تشغلش بالك يا حاج، كل حاجه تمام. طيب عاد مش هشغل بالي خلاص. الو، كل سنه وانت طيب يا حاج. دقيقه واحده. خد التليفون بعيد ليه؟ الشغل اسرار يا حاج.
يا سلام، حتى عليك شريكه؟ لا ما يقدرش، انا قاعد له زي العفريت. اما الاسرار على مين؟ علي انا؟ اطمن يا حاج، عيالك كبروا خلاص، انا رايح مشوار. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا ولد. ما تقرب يا خيري. حاضر يا ابوي. الاخبار فوق كله تمام؟ بص يا ابوي، اللي حصل قبل كده ما ينفعش يحصل تاني. هو ايه اللي حصل؟ ما تحطنيش في مطرح وتزغرني فيه، ما تسلمني الامور كلها، لا تشيلني خالص. ما انا سلمتك ومش هسالك تاني، يرضيك؟ يرضيني اهو كده، اتحرك براحتي. طيب انا طالع انام، تمر بحاجه حج؟ ما تقعد معانا شويه يا ولدي. كتر الف خيرك، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا ولدي. مضطر امشي انا يا حج، مش عايز حاجه؟ لا يا ولدي. كل سنه وانت طيب يا حج. وانت طيب يا جود. طيب يا ابوي استاذن انا كمان. مستعجلين كلكم ليه؟ معلش يا ابوي، عاوز ازور امي، اعيد عليها واقرا لها الفاتحه، اصلها وحشاني قوي. وانا ما وحشتكش. ما انا هبقى اجي تاني. اللي عاوز حاجه يعملها، بس سيبولي العيال. حاضر يا ابوي. كل عيد وانت طيب. انت طيب يا كابتن. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. عنيد وما تسمعش الكلام يا محمد. اديت عيالك الحبل وقلت لهم لفوه. يلا خلي كل واحد يشوف حياته. كل سنة وأنت طيب يا عم الحاج. كل سنة وأنت طيب. أنت طيب يا منار. يا منار. بعد الايام يا عم الحاج. كل سنه وانت طيب يا حاج. انت طيب يا ابو ذكري. كل سنه وانت طيب يا عمي. انت طيب يا ولد. وحشنا فايشكم وبسكويتكم. انا عارفك يا ابو ذكري بتحب واكلنا. قول يا ياسر. قول لي يا ابو ذكري، امك لسه قاعده حيه؟ الملك عبد محمد الله يرحمها من زمان. تحب نبلغها حاجة؟ لما تروح لها زيارة خليها تعمل لك فايش. أنا طالع أنام. دي كمان انت لسه ما لبستيش يا كامله؟ ومش هلبس. ليه كده قومي؟ يعني ايه نلبس ونروح له ونقول له كل سنه وانت طيب؟ وفيها ايه؟ مش عيد؟ عيد ليه ولمرته. ولينا كلنا يا كامله، ده ابو عيالنا نعيدوا عليه ونغيظوها عشان تعرف ان احنا برضو مش هنسيبوه. اتدبيت يا منده؟ لا ما اتدبيتش، بس عاوزه اروح له وعيد عليه، ما فيهاش حاجه. قومي لبسي مرت ولدك ويلا. لزومه ايه؟ لزومه كبير يا كامله. الحاج محمد يخصنا وهيفضل راجلنا اليوم الدين. قومي. كل سنه وانت طيبه يا فرحه. كل سنه وانت طيبه يا حاجه. رايقه؟ اتفضلي. كل سنه والحج طيب. كل سنه وانت طيبه يا مجهوده. اتفضل يا نوره. اهلا اهلا يا شربات. البيت بيتكم؟ طبعا البيت بيتنا يا حبيبتي.
غصبا عن أي حد. فين الحج؟ مرحبا يا كاملة، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا مندة؟ كل سنة وانت طيب يا حج. وانت طيبة. بطنك كبيرة قوي يا فرحة، باين عليها بيت. وات ودي حج. الحج وداك تعملي صرصار؟ سنار يا مرت عم. لا ما ودانيش، بس انا حاسه انه واد ان شاء الله. واد كانت جابت امك يا حبيبتي. لا انا عارفه من اول يوم انه واد. اعمل لكم شاي. اول يوم ارتاح ارتاح. وانت عامل ايه يا حاج؟ الحمد لله. اسيبكم انا وانزل البيت بيتكم، واللي هتغيظ ضرتها اكتر من التانية هديها 50 قرش. السلام عليكم. خمسين قرش ماشي. امال كنا جايين لمين يا مندة؟ سيبيني في حالي دلوقتي يا كاملة. اتفضل. السلام عليكم عم الحج. عليكم السلام. ابوك عامل ايه؟ الحمد لله احسن كويس. مناع؟ نعم عم الحج. نعمل شاي لجوز بنتي. حاضر عم الحج. وامري هولن يا عم الحج. انا عاوز مرتي ومش هقبل منك اي كلمه بايخه او تهديد. لا يا ولدي، لا تهديد ولا حاجه. البحر اللي بيننا ميه اتعكرت وما فيش مراكب هتمشي فيه تاني. انا موافق عشان خاطر والد بنتي اغلى عندي منك ومن ابوك. يعني ايه؟ يعني مرضاش لوالد بنتي في العيد العيال يسالوا ابوك فين، ولا ارضى البنت انها تتلفت حول نفسها. يعني هترجعها معي؟ اقعد هبعت لك نواره ومحمد يمشوا معاه. حل غير البتر. رجلها هتتقطع يا دكتور. ما قدمناش حل تاني. غصتي غصتي. اسم الله عليك يا غالي، اسم الله عليك يا غالي، اسم الله عليك يا حبيبي. الحق نعم الحاج، الحق نعم الحاج. خير يا حمدان؟ مناع يا عم الحاج، خبطت العربية على الجسم ونقلوه على المستشفى وكنا هيقطع رجليه. هو فين دلوقتي؟ في مستشفى أخميم يا عم الحاج. خذ ادفع حساب المستشفى وارجع طمني. أمرك يا عم الحاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. أنت الحمد لله على سلامتك. اسم الله عليك. يا ريتني كنت أنا يا حبيبي. ألف سلامة يا غالي. في عز الظهر ريح الشمس بتغرب، وحزني حبل لي فطوق رجالي. في عز الظهر ريح الشمس بتغرب، وحزني حبل لي فطوق رجالي. لفين يا قلب من الأحزان حتهرب؟ لدلوقك انت ما فهمتش عذابي. لدلوقك انت ما فهمتش عذابي. يا قلبي يا قلبي يا قلبي. Oh.
تبكيش يا منان، ده أمر الله، ارضى بحكم سيدك. انت فاكراني هبكي على رجلي؟ مالها هتبكي على ايه؟ على كل حاجة، على كل حاجة. أقول لك ايه بس، روح ادرك هاتي للحاج محمد. استهدى بالله يا مناع، هجيب الراجل دلوك. هو ما بيسمع الكلام، قولوا له مناع عاوزك ضروري، وحب على ايده يجي. حاضر حاضر يا اخويا حاضر. جد الوك من نعمل ايه دلوك؟ حال الدل قطعوا رجله ومرمي في البيت زي الحريق. يعني ايه؟ هيقعد كده؟ خليه يجي يرجع الشغل. هو اللي عاوزك تروح له يا عم الحاج. اروح له؟ تعبان قوي كده؟ طول الليل والنهار بيبكي ويخترس، عاوز يشوفك ضروري. هجيله بكرة. والنبي دلوك يا عم الحاج، بيبكي زي العيل الصغير، وقال لي ما ترجعش من غيره. اغير بس. فين الواد مناع اللي عامل فيها عيال؟ هنا يا عم الحاج اتفضل. رد الباب وسيبينا وحدينا. حاضر. مالك؟ رجلي اتقطعت يا حاج. فداك يا ولدي. الحمد لله اللي جت على كده. ايه الحمد لله. كل جسمه وليه زكاة. مين عارف، يمكن ضربت بيها حد دعا عليك. روق روق. انا عاوزك يا عم الحاج. ما تقلقش يا مناع، اي فلوس عاوزها ما تقلقش. عاوز تركب رجل اركب لك رجل. لا، عايز ابر ذمتي يا حاج. عليك دين لحد هسددهولك. أبري ذمتي قدامك على دين كبير ليك يا حاج. أنا مسامح. بس أنا مش مسامح. الحمل ضيق قوي يا حاج. مش فاهم يا مناع. أها. حطوا جاري. أنام بيه. أصحى لقيه. حبل ايه ده يا مناع؟ حبل المركب يا عم الحاج. قطعت نصه يوميها وفضل نصه عندي، وكل شوية هديها لحد ما وصل رقبتي. لازم تسمعني يا حاج، لازم. سمعك يا مناع، قول. يومي خدت الغدا وروح. انت تسكت وتسمع الكلام، فاهم؟ الغدا اهو. خبر ايه يا حاج غيري؟ تتدخلش انت. وجرهت للحبل على المركب. تعمل ايه بالحبل يا خيري؟ اما نشوف الباشا دي هيسمع الكلام ولا لا. اسمع الكلام فيه. انا هروح الجامعة. انا هروح. ليه؟ انت احسن مننا ولا ايه؟ انت زي البنات يا. نرجل منك. هي كلمة واحدة. تروح وتقول له ما عايزش اروح. ليه؟ عايزنا ابقى فاشل زيك؟ كتفه مناع. ولا اقول لك انا اللي هكتفه. ليه بس يا بوي؟ ليك في صالح انت. خلاص يا خيري عشان خاطري. اخرص انت. هنشوف مين فينا الفاشل يا عم الناجح. سيبه يا خيري، بكره يرجع من الجامعه ساقط ولا فاشل. او ارجع حرامي زيك. ايه وانا اللي هدافع عنك؟ طب انا اللي هكتف. امسكوا له حماد، كتفوا يا جودي، ولا حد يقدر يعمل لي حاجه. لو والد ابوك صح
تطلع من المياه وانت متكتف. حط الحبل تحت رجلك يا مناع، وكلمة زيادة هفل وهتنزل الماي. هو ده اللي حيدويك يا خيري؟ هتحس كده انك كبير؟ كبير غصب عنك يا واد، وهتروح لبوك وتقول له ما عايزش اروح الجامعة الامريكية، وهتقول انا مرض. اللي راح مصر يتعلم ورجع معاه واحدة صايعة، هو ده اللي مرض. وريني هتطلع من المية كير. خفت ان ربنا يقبض روحي وانا شايل الذنب ده. سامحني يا عم الحاج. كان عاوزك في ايه؟ قال لك حاجة زعلتك؟ مالك يا محمد؟ ليش؟ هروح احضر لك العشاء. لا مش عاوز اكل. ولدك عمال يخبطني في بطني وعامل دوشه. ولدي مين؟ مرعي. سيبيني وحدي يا فرحة. لا مش هسيبك. ولدك يتعبني طول النهار وانت تسيبني بالليل؟ لا مش هسيبك. سيبيني دلوقتي. مرحبا يا ابوي. اتفضل اتفضل. مالك يا ابوي؟ عاوزك بكره الصبح العصر في الجزيره. خير يا ابوي؟ خير. موضوع مهم مش عاوز حد غيرك يعرفه. تحت امرك. بس ايش معنى الجزيره يعني؟ هتعرف هناك، هتعرف
مشروع عمري، بس مش عاوز حد من اخواتك يعرف. اتفقنا؟ حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أبوك؟ أيوة. كان عاوزك فيه؟ ما قالش، بس هو عاوزني بكرة. ووشه كان رايق ولا زعلان؟ عادي. خلي بالك من أبوك يا خيري، أبوك زي الجمل، يخزن وما ينساش. طب أنا عملت إيه يعني؟ أنا قلت لك وخلاص. لا جمل ولا جمال، ما بقيش غير الحديث وخلاص يا أمه. أيوة يا قمر، يا عسل يا سكر. بص يا بنت الناس، انا ماليش في الجواز، انا بتاع مزاجي وبس. ها مش هتقولي لي لابسه ايه دلوقتي؟ ايوه حاج رجب، هكلمك تاني. السلام. عامل ايه الحاج رجب؟ تمام يا ابوي. قفلت معاه على طول كده ليه؟ ما انا هكلمه تاني. عموما مش هطول عليك. امر يا ابوي. عاوزك بكره تفضي نفسك الساعة 4 العصر وتجيني الجزيرة عشان الموضوع يخصك. خير يا ابوي. اوعى تتأخر. حاضر يا ابوي. وما تقولش لحد من اخواتك، ده موضوع يخصك وحدك. فاهم. لسه راجع مشوار تاني. خير؟ عاوزك تفضي لي نفسك بكره العصر. في حاجة؟ عاوزك في شغل. شغل ايه؟ بكره قريب مش بعيد، وشكلك مستعجل. بكره قبل العصر عدى على حضرتك ان شاء الله. الساعة 4. الساعة 4 في الجزيرة. ايه؟ وش معنى الجزيرة؟ شغلانة مكسبها كبير قوي يا جود، بس اوعى تقول لحد من اخواتك. حاضر. روح مشوارك واوعى تتاخر بكره. حاضر يا حاج. يا خايري ازاي؟ ازيك يا حاج. الحاج محمد كان عايبني بيت كبير على الجزيرة. اشمعنى؟ من الصبح عمال ينقل ناس كتيرة على مراكب. وحر يا سيدي، البلد بلده. البلد بلدكم يا ولدي، بس كيمة تعرفش. ومين قال لك اني معرفش؟ طب رسيني لو حيبني فندق كبير اخش معاكم شريك. المستقبل للسياحة يا ولدي. فندق؟ أظنش الحاجة تفكيره كده. هنشوفه. أما الراس واخداه ورايحة فيه. بكرة كل حاجة هتبان يا حاج أبو زكري. يا خير يا ولدي، خوازيكم معايا كتيرة، بس العشم ما تقطعش بي. انت عمنا برضو. أمانة يا ولدي، لو أبوك داخل حاجة كبيرة على الجزيرة خلينا أحط رجلي معاكم، واللي أنت عاوزه حتاخده. هنشوفه عمي، هنشوفه. شكرا الله. ولسه لسه فيه مفاجآت تانية يا حاج محمد يا أبو دياب. يا
خير يا ابوي، عايزيه بس. فول ايه ده؟ مش جاي الا انا وحدي. مرحبا يا جودة. مرحبا يا والد ابوي. ابوك جه؟ لا والله. تعرفش عايز ده فيه؟ مجالي. ما قالكش انت حاجة؟ لا والله. مش حماد دي؟ وهو جايبنا هنا ليه يعني؟ الله اعلم. ابوك بصراحة كبر وافكاره بيجد غريبة. غريبة كيه يعني؟ يعني تلقاه عايز يقعد معانا على طول وهو بيجي فاضي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابوك عاوز فيه يا حماد؟ ما قاليش، كل اللي قاله موضوع خصوصي. انا مش فاضي للجنان والدباب، ورانا شغل. انا همشي. السلام عليكم. وانا كمان. استنوا. الحاج جاي. بناع، جيت ميتم ومن فين؟ عايز ايه؟ عاوزكم يا خيري، عاوز اقعد معاكم. ازيكم يا ول؟ ايه مالكم؟ خلقكم ضيق ومستعجلين ليه؟ خير يا ابو؟ عاوز ايه؟ عاوز نعمل اللي حصل يا ولدي. وايه اللي حصل يا ابوي؟ اللي حصل ربنا هو اللي كتبه، ودلوك احنا هنقروه. مناع، في ايه؟ كتفوا الولد. كتفوا مين؟ انت رحاصي في مخك ولا ايه؟ ابوك الدب يا خيري. كتفوا قوي يا ولد. مالك بس يا ابوي؟ في ايه؟ ابوك ولد ابوك انت يا خيري؟ يا ابوي حرام عليك. كلكم ولد ابوكم، ردوا. ولادك يا ابوي. خلاص ولادي صح، يبقى ما تخافوش. يا بوي يا بوي كفاية. ما تبكيش يا حماد، ولا افتكرت حاجة تبكيك يا ولدي؟ يا بوي يا بوي حرام عليك. اللي والد ابوه فيكم ينزل المية متكتف ويطلع تاني، صح يا خيري؟ ماشي يا مناع الكلب. ومناع ماله؟ الراجل اللي كان اخو الواد ولا انا ابوه. الحبل فلت من تحت رجله وربنا اراد واتقطعت، لان ربنا عادل. مناع كذاب يا ابوي، مناع كذاب. طرف الحبل في ايد الدرده. يا ابوي حرام يا ابوي. اخرس، يهون عليكم اخوكم. هان عليك يا جودة، هان عليك يا حماد، هان عليك يا خير. انتوا اللي حكمتوا. هتعمل ايه يا ابوي؟ رحمة ابوي. ابوي ابوي سيبنا ابوي، ياخد سعر دعجلك ابوي. زبوهم يا ابوو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 و
عارفين الفرق بيني وبينكم ايه؟ مرعي اخوكم هان عليكم، لكن انتم ما هنتوش عليا. كيف هان عليكم اخوكم وانتوا عليا ما هنتوش؟ كيف هان عليكم اخوكم وانتوا عليا ما هنتوش؟ سعد سعيد ان ابوكم، سعد سعيد ان ابوكم، وادعي سعاد لو ما كنتوش يا قلبي. اهو قلبي ده اللي بيغرك واللي سارجو النيل، ولا عارف اجيبه بايدي ولا بحبل طويل. اهو قلبي ده اللي بيغرك واللي سارجو النيل، ولا عارف اجيبه بايدي ولا بحبل طويل. يا ناس بقول اه وايه تعمل لي قولت اه؟ معقولة قلب اتمزع الدوا بالمواويل؟ يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. مالك يا اخوي؟ اسم الله عليك. اخوي يمكن، ليه لا؟ ارتاح يا محمد ارتاح. فين عمتك؟ عمتي وقعت، عيالي وقعوا لي. عيالك؟ وعملوا كده ليه؟ اتخانقت معاهم؟ مرتاح في المنظر يا سيادة النائب؟ عاوز حاجة؟ عاوزك تروق وترتاح. ما عادش في راحة. ايه رأيك في جلابيتي؟ تاخدها؟ ايه؟ صلي على النبي امال، صلي على النبي يا اخوي. ده انت اخوي وابوي يا حبيبي. كل ده مش مهم، المهم اللي انتوا عايزينه بس. احمد دور لي على العمه وغطي راسي، راس اخوك عريان. في ايه حمدان؟ الحق يا حاج محمد، الست فرحة هتولد. احمد قول لها ما تولدش، تخليه ببطنها. انا مش عاوز عيال تاني. مبروك. مبروك يا حاج. مبروك يا حاج.
ولد. هتسميه ايه يا حاج؟ مرعي. مرعي. قول له يا دكتور. لو سميته مرعي هيسيبوه. ربنا يخليه لك يا حاج ويتربى في عزك، والف مبروك. سلام عليكم. فرحان يا حاج؟ مش عارف. ما تنجيله اسم تاني يا حاج. لا هو مرعي. اسمي اسمي تاني ليه يا ام خيري؟ يعني الاسامي كتير والفال عيقول مره واحده كفايه. الفال ملهو الذنب. اطلع، مش عاوز حد يجاري. واحنا جايين عاوزين حاجه؟ احنا جايين نباركوا. سيبوني في حالي وروحوا لعيالكم. مالك مقلوب علينا كده؟ ده يوم تفرح فيه ولا تشندل بالنا؟ برا. الغريبة دي. يا ريت يا ريت ما احبكش قوي يا ولدي. يا ريت يا ريت يا ولدي ما احبكش، لا ادفع تمن فرحتي بيك. يا ريت يا ولدي ما احبكش، لا ادفع تمن فرحتي بيك. لحسن تروح يوم ما ترجعش، زي اللي ما رجعوا قبليك. زي اللي ما رجعوا، زي اللي ما رجعوا قبليك. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. مرحبا مولانا، اتفضل. مرحبا بيك يا ولدي. أؤمر. كيف حالك يا ولدي؟ تمام. ولدك دي؟ أيوة، مرعي. عاوز منك أربع طلبات. تملأ لي القلة مية، وتغديني، وتديني فلوس. مناع. غالي والطلب رخيص يا مولانا. اتفقنا. خد. نعم يا عم الحاج. املى القله وحضر واكل المولانا. حاضر. خد الفلوس اللي انت عاوزها. والطلب الرابع. الرابع ايه هو؟ تديني مرعي. لا الا مرعي. الا مرعي يا مولانا. هتحبه؟ احبه قوي يا مولانا. هتقول لا الا كده. سلام عليكم. ما تخافش، مش هياخدك يا مرعي. مش مناع. نعم يا عم الحاج. مرعي فين؟ مش عارف يا عم الحاج، عمالين ندوروا عليه ومش لاقيينه. ايه
مش لاقيينه. والست فرحه فوق هتصرخ وهتموت نفسها من البكاء. لا قاعد هو ولا مهران. كده مهران ليه؟ حرام عليك. ليه يا مهران؟ عشان خدك مني وحبيت اكتر مني. مرعي مرعي حبيبي، ليه كده يا خيري؟ مش قلت لك اخوك ما يهونش؟ انا هنا يا ابوي. سلامتك يا عم الحاج، ده مهران. انت مين يا ولدي؟ خير يا ابوي. وكبرت متر. الف سلام عليك يا ابوي. عاوز عيالي يروحوني. احنا كلنا حواليك يا ابوي. كامل، خدني عند امك يا كامل. ما عندهاش عقل بس حبتني بقلبها بإخلاص. وتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم، أتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم. يا ولدي فرحنا بيها وملناها عيال وحرير، وتريك يا دنيا بحر وإحنا كوبش تريم. ولدي وجرحك يشق، قلب الجبل راح يطق، ضاقت علي الطرق. ولدي قتل ولدي، حبس القلوب فيها سر، والسر لو طير يفر وسط الخلايق يقر. يسكت عشان ولدي، ده السر من حبيب وعزول. اطحنها نساء ورجال، وزي ما تقول قول ما يوقفش متدوران، علشان فلان وفلان اتملى يا انسان. وانت يا شاعر قول ما يوقفش متدوران، علشان